السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرفكم بنفسي، أنا أحمد مصطفى، معروف بحركات فيليكس، وسر الاسم الغريب ده أقولك عليه بعدين. أنا كنت بي بوي من حوالي سنة أو أكتر، فاضطريت إن أنا أبطل لظروف صحية، فاشتغلت في الفترة دي مع أخويا مديديا بلود، وقدرنا إن احنا نوصل لأحسن رستامين في مصر بجانب شغل تاني كتير. وبعدين اتصدمت لما فتحت الفيس ولقيت طلبات صداقة كتير وناس كتير عايزاني أرجع، فإن شاء الله هكون متواجد معاكم كبيت بوكس مان وكبي بوي. وطبعا احب اشكر بي بوي ماجيكس لان هو اللي علمني، اللي هو اللي خلاني ابقى بي بوي، واشكر ام اكس كلها وافضلها عليا الكتير، واشكر اخويا مديديا بلاد لان هو اللي علمني البيت بوكس. وان شاء الله بعد 1000 لايك هنزل اول فيديو بيت بوكس، يا اما مع رابر مشهور قوي، يا اما مع اخويا جورج مصر السنه دي ان شاء الله. واستنوني بقى على انستجرام وعلى الفيسبوك وعلى البيجز وكل حاجه بالاسم الغريب اللي كان في الاول. باي باي.